نروح مع حضراتكم دلوقتي لفقرة تصريح وتعليق. ابتدي معاكم اول تصريحاتنا من يوسف اسامه نبيه. يوسف اسامه نبيه قال: لم اوقع لبيراميدز ورغبتي الاولى هي نادي الزمالك. تحدث يوسف اسامه نبيه اكد انه ليس لدي اي مشكله في الزمالك، رغبتي الاولى هي التجديد لنادي الزمالك، هو بيتي الذي تربيت فيه وخير علي، انتظر ما ستسفر عنه الايام المقبله، ولكن في حاله تمسك نادي الزمالك بي لن استطيع الرحيل عنه، فهو الرغبة الأولى بالنسبة لي. لم أوقع لنادي بيراميدز كما أثير خلال اليومين الماضيين، لكن أنا عقدي ينتهي في شهر يونيو المقبل، ومن حقي النظر إلى مستقبلي إذ لم يفاتحني مسؤول النادي الأبيض في ملف التجديد. نكمل موضوع يوسف أسامة نبيه من تصريحات والده الكابتن أسامة نبيه، واللي قال: تم إبلاغ يوسف يوم الاثنين اللي فات أنه لن يتواجد في التدريبات لحين حسم موقفه من تجديد عقده مع نادي الزمالك. مدير الفني الأجنبي من المفترض أنه يستفيد باللاعب حتى انتهاء عقده، سواء مستمر مع الفريق أو سيرحل في نهاية الموسم. ده كلام الكابتن أسامة نبيه. قال يوسف لم يوقع حتى الآن لنادي بيراميدز، كل ما تردد عن توقيع اللاعب لبيراميدز مجرد اجتهادات، لكن ما زال هناك عرض من بيراميدز. كلام كويس. بيقول الزمالك قدم عرض جديد ليوسف في الأيام الماضية. عندما تواصلت مع عبد الواحد السيد مدير الكورة لمناقشته في العرض، أكد أنه مش مسؤول عن ملف التجديد. إحنا لو عايزين نتناقش في العرض نتكلم مع مين؟ ده كلام الكابتن أسامة نبيه. وقال: ما حدث مع يوسف أمر لا يليق، ولو أسوريو ما يعرفش مين أنا اللي حواليا يعرفوه. بعد التصريحات اللي بقول لحضراتكم عليها، الكابتن أسامة نبيه كان في رد من الكابتن أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك، واللي قال: لا يوجد تجميد ليوسف أسامة نبيه، عندما يتدرب اللاعب منفرد ليس معناه ذلك إنه هو مجمد، المدرب هو الذي يشعر باللعيبة، وأسوريو يشعر أن يوسف أسامة مشتت وبعيد عن تركيزه بسبب الموقف اللي بيمر بيه، وهي الأمور الخاصة بالتجديد، لذلك هو بيحميه وبيخليه يعمل تدريبات منفردة لحين حسم أمر التجديد. قال كمان كابتن ميدو: الزمالك قدم عرض ليوسف، وهذا العرض تم تجديده من 48 ساعة فقط عن طريق مدير الكرة الكابتن عبد الواحد السيد المسؤول عن ملف تجديد عقود اللاعبين. طيب، عن تصريحات أسامة نبيه قال: المسؤول الأول والأخير عن ملف تجديد عقود اللاعبين هو الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة، ومش ليوسف فقط بل لحمزة المتلوثي وسيف فاروق جعفر أيضا. وقال بالفعل عبد الواحد السيد عقد جلسة مع يوسف في الساعات الماضية ومع سيف فاروق جعفر، وبصدد عقد جلسة مع حمزة المتلوثي عقب مباراة أسوان، والمسؤول عن ملف التجديد موجود وهو اسم كبير، وما ينفعش نقول ما فيش حد نرد عليه يا كابتن أسامة، لأن إحنا نادي الزمالك وهناك مدير كورة. ده كلام الكابتن ميدو، وبيقول إنه في مدير كورة يعلم الأمور المالية اللي بيتحرك فيها النادي، والملف كله مع كابتن عبد الواحد السيد. زي ما حضراتكم شايفين أربع أطراف في الحدوتة: طرف اللعب اللي يمكن يكون كان فيه بيحوم حواليه غموض وكثرة الشائعات، هل وقع ما وقعش، اتكلم فتح مفاوضات، الكلام رايح جاي، شيء غير معلوم غير مؤكد منه. مسؤولين الزمالك يمكن مش متأكدين، او وصلهم بعض الانباء معنى ان اللاعب ما يشاركش في التدريبات الأساسية هو مش معناه انه مستبعد. وجهة نظر فنية تحترم من مدير فني أيضا يعلم أن ما يشتت أي لاعب في الأمور الخاصة بالتجديدات ممكن تخليه خارج نطاق التفكير في الأمر الحالي،